مساء الخير أحبائي وأعزائي. طبعا الأول بنقول لكل إخواتنا المسلمين إحنا متأسفين للي حصل من الكاهن زكريا بطرس، وبعد الإساءة لرسول الإسلام زكريا بطرس يواجه هذه العقوبات بعد بلاغ للنائب العام ضده. ماذا بعد؟ كتب الإعلامي جرجس قدسي: تقدم محمد عبد المنعم السحيمي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ للنائب العام ضد القس المشلوح زكريا بطرس على خلفية إهانة هذا القس المشلوح للرسول محمد والتلفظ بألفاظ سوقية عنهم. وطالب السحيمي في بلاغه بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة هذا القس لينال جزاء ما اقترفه لمخالفته الشرع والقانون. وتفاصيل هذا البلاغ: أول بلاغ للنائب العام ضد القس زكريا بطرس بعد إساءته للرسول الإسلام. وبحسب البلاغ الذي حصل مصراوي عليه، فإنه برغم أن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان السماوية وأن يمتهن حرمته وأن يزدريه عن عمد منه، فإذا تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل إثارة المساس بحرمة الدين والسخرية منه بغير أساس، فليس له أن يحتمى من ذلك بحرية الاعتقاد. ويكفي بذلك أن تكون في مجموعة عبارات ما يفيد الآتي: إنه قام بإزدراء الأديان، الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة تحت ستارة مموهة ومضلل من الدين، تجدير الصفو العام، الإضرار بالوحدة الوطنية، الإساءة إلى رسول الإسلام. وبحسب نص البلاغ فإن المذكور قد اقترف الأفعال المؤسمة بنص المادة 98 من قانون العقوبات، والتي تنص على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بالغرامة كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية. انتظر معي حتى ترى ما هو جديد ولما حدث لزكريا بطرس، سوف ترى في نهاية الفيديو ما حدث له. كما أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن زكريا بطرس انقطعت صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر 18 عاما. وقالت الكنيسة في بيانها أنه كان كاهنا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليقا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية، لذلك تم وقفه لمدة ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة، حيث علم تعليقا أو تعليما غير أرثوذكسي أيضا. واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره ولكن بدون أي جديد. القمص زكريا بطرس، فهو يدعي دائما بكل ما هو جديد، ولكن أحب أن أعلمكم بأن المسيحية أو التبشير بالمسيحية كان منذ عهد السيد المسيح وبولس الرسول وبطرس الرسول، كانوا يذهبون للتبشير وليس معهم طعاما ولا خبزا ولا يحملون أي شيء، لأن كل اعتمادهم كان على الله وليس بالإساءة للأديان الأخرى. السيد المسيح قال: أنا جئت لأكمل لا لأنقذ. نحن ليس لنا الحق أن ننقذ أي دين آخر، نحن ليس لنا الحق في أن نشوه أي دين آخر. الله هو العادل، الله هو الحاكم، الله هو الذي يحكمنا، الله للجميع، الله للجميع، نحن الله هو الذي يحاسبنا. وأنا كمسيح أقول لك
يا أيتها القمص زكريا بطرس، كن أقصر أفضل من ذلك، ليس لديك أن تذم في أديان أخرى، ليس لك الحق في أن تهين رسول الإسلام، ليس لك الحق في إهانة أي شخص آخر. المسيحية لا تعلمنا الإهانة. السيد المسيح قال: بارك، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، والإخوة المسلمين هم إخوة لنا وليس أعداء لنا. السيد المسيح قال: أحبوا أعداءكم كما أحببتكم أنا. السيد المسيح قال: الله محبة، المحبة تدوم بيننا كإخوة مسيحيين ومسلمين. ليس من حقك أن تقوم بإزدراء الأديان، ليس من حقك أن تقوم بترويج أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة تحت ستار مموه ومضلل من الدين. ليس لك الحق أن تقوم بتجديل الصف العام. أنت بعيد عن مصر أنت تقوم بإزاء مصر، أنت تقوم بالإضرار بالوحدة الوطنية. أنت لماذا ليس لك الحق أن تقوم بالإساءة إلى الرسول الإسلام؟ وليس لك الحق أيضا فأن تقول ما هو الدين الصحيح أو الدين الحق. لك أن تبشر بدينك، ولكن بكل أدب، بكل احترام، بكل محبة. المسيحية تبشر دينها منذ وجود السيد المسيح على الأرض وبدون إزاء. السيد المسيح انبصق في وجهه، انضرب، أهين، سحل على الأرض، صلب من أجلنا، من أجل محبتنا، نزل من السماء ونزل إلى الأرض لكي يفدينا. وليس إنه ملك سماوي وليس ملك أرضي. السيد المسيح أحبنا حتى بذل ابنه الوحيد، الله بذل ابنه الوحيد من أجلنا. ليس لنا الحق أن نهين أي شخص آخر، ليس لنا الحق أن نهين أديانا أخرى، ليس لنا الحق أن نهين بعضنا بعضا. أيها القس المبجل المحترم، أرجوك لا تجعل العداوة بيننا بيننا كإخوة المسيحيين. لقد قال الأنبا موسى أن عمر بن الخطاب كان عادلا، كان عادلا، وعمرو بن العاص لقد أزال البطريق الذي جاء إلى مصر ليزيح البطريرك الأرثوذكسي، وأزاحه وجعل البطريرك الأرثوذكسي هو الذي يحكمنا. أرجوك 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 حافظ على الوحدة الوطنية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.